حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي هيكون مستمر مع حضراتكم لغايه بكره ان شاء الله، لغايه قبل بدايه مباراه الاهلي والانتاج الحربي، الاهلي والبنك الاهلي. لكن سؤال حلقتنا اللي بفكر حضراتكم بيه، مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم في مباراه الاهلي والانتاج الحربي الاخيره؟ بنفكر حضراتكم كمان بجدول المتصدرين لافضل لاعب في استفتاء السادسه، واللي بناخد نتيجته نتيجه تصويت حضراتكم. كهربا وعلي معلول في المركز الاول والاول مكرر برصيد 8 نقاط، واليو ديانج في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. وفي اكثر من لاعب داخل طبعا الجدول بعدد 3 نقاط ونقطتين، عندنا منهم محمد شريف، وليد سليمان، عمرو السليه، مجدي قفشه، ايمن اشرف، وبدر بنون. وكل التوفيق طبعا، واعتقد انه نتيجه التصويت اللي جاي ده هتساهم بشكل كبير جدا في تغيير جدول الترتيب.